جود نبي جود دب وكود دالين دوما نجحنا كم دالين أشياء كم دالين نبي جوا وكود دالين وبشرك بشرك لكل أمة أمين وأمين أمة أبا عبيدة أبو الرسول كويري أمة والبآمن بيلهاي آمن كأمة ديد وأبا عبيدة أبو الرسول كويري وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه عبد الله بن مسعود حونيغ شكيودن رميس أبو الرسول كويري مسره أن يندرع إلى رجل من أهل الجنة مسره أن يندرع إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله أبو الرسول كويري نجي جعلين وأركو أهل الجنة أراد دشي هذا السعداء ها أركب النبي يقول طلحة بن عبيد الله لكل نبي حواري نبي والبقرقارة أيو لها أني قرقارة يقول وها الزبير بو رسولك عليه الصلاة والسلام دات كوردان بو النبي يقول الجنة دي جعلهين جنة دي نوحي جعشهي سلمان يا مقدار يا بلال يا عمار بي جعشهي بو رسولك ويلي مصر رب أشعس أغبر مدفوع في الأبواب لو أقسم على الله لا أبره منهم براء بن مالك نبي يقول حوري بدنا كوا بوريسا وتموق الرفرف إليهين والباب هذا اللقوع إليه وهدى إلهي كود دارتان دارتو دا إلهي أقبل آيو براء بن مالك باكم دابو رسول كوي نبي يقول كمد دالين دوما يوحو كود دالين بشر داد وحو ويمي دي صدا ما أنت إنكو عن كجرنا سكدر كنال داد كيبو ددال إيا فكر إيا دعاء وقليي dadkii waxay noqdeen sidiiqiin bay noqdeen ashaabu muhammad bay noqdeen markii dambe suhba darajad darajad ka sareysa ma jirto ciisana xawaariyiin buu lahaa ba layri nabi muhammadna ashaaba lagu magacaabo jamaacadiisi ashaab khatam al-anbiya bay suhba la yeesheen sahabatu muhammad ba layri ali ibn abi talib la weydiiyo lagu yiri abu bakr as-siddiq iyo muuminkii ahla fir'aawn mid ka fadli badan wuxuu yiri wallahi baan ku dhaartay مؤمنك على فرعون وارنب اللي قبوحي ساعد ابو بكر وقدك النبي محمد كل جري اياك وضع خير بدن بويتي ذاك رجل يكتم ايمانه كاسن نحوها ايمانك سقرسنا يي وهذا رجل اعلن ايمانه ابو بكر ننحوها ايمانك سمركيب بوجيي ونبي قزقر تاقيبها عليه الصلاة والسلام فكمدد للنبي قد نوبدا يارلد يترابك بل نبي قد بنهادن كودد علي بني آدم كو كودة دالي قوة ديسية فكر كيسينا وحكو بحيي سدي بشري دو إصلاح دا سدي بشري دو إلهي أقرتا داتك أن سدي با إلهي أقود وادان داتك سدي با إلهي أبور علاقة ولي أشام تاسو نبي قين كودة دالي عليه الصلاة والسلام ومضي هربا الليدي مرا ليمر كي إلهي وحكو قبه دا نبي يدي أشي قنجرين وإذ استسقى موسى لقومه نبي موسى قوم كي سمر كي بيدونان نبي موسى إلى هذا النوع يدي إلهي بيو حواريين تو مركي دونان إني إلهي ما إذا وصوت جيو هل عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء نبي عيسى مرين إلى هذا النوع يدي إلهي إنه حير النوع صوت جيو ربن إسرائيل مركي دونان إن لقبد المارك إن عنتو دا السماء كيمن إسل لقبد له ومارك تاني عنتو أي أتبعان للصيانة نبي موسى أشيغان أي كو إلى هذا إلهي النوع يدي إن ما ركتاني أرلاله ونغوصه صار الثمرات يمرو ولكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب تيسي اللجوغا وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء ودعا دي صلى أقبل أيو أيا إلهي كيري وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أني قد توسي ويدي سواح دون إسان دعا دينا وأني أقبل أيا خاصياتك إلهي أمد نبي محمد وسيبه كمتح نبي جيو دح جوجا بالغو يري إلى هاي يو كو يري إوي ديس توا حد دون سر وني يلا يعني قنا إبر يو وني قال جيب يا لما نصحات النبي جو دعاء دو مستجاب هاي لماذا إلى هاي بيبرتان حرق إلى هاي بيقف صدان إلى ها قال غير إلى قدر الله يش دعاء دو دي ما نقطة مستجابة مستجابة نبي سليمان عليه السلام قوم جيسا نين دعا دي سو اي مستجابة هاي با كجري وصل بالله اله الى قل الله مركو دوني عرشي بالغسين لو كان مارك تاني فلسطين والنبي سليمان كويري قال من ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك عفريت جنك كمدا وحويري دور ساعة اي عرشي بالغسين كو كيني بود هالكاس
قال الذي عنده علم من الكتاب أسف بن برخال مفسرين تدقن مقعيسة وحيري أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك القبرس أين عرشك بالقصة كوكيني من اليمن إلى يمارك تاني فلسطين إيقا محوها يست محوها يست صلة بالله إلهي بالعلاق الله يش الله هنا فهم سيا قرآن الله هنا فهم سيا إيمان كان قلبك الله هنا رادعي حقيقة الإيمان الله نسيه هل دعو كليا نقاسي وعالي اسم الله العظم كو يغاني إلهي بعلاق الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي القبرس أي عرش جيب القيس من أرض اليمن إلى فلسطين لقوك يعني القبرس ولكن أصحاب النبي رضي الله عنهم إمسا خوارق العادات إمسا كسو ظاهرة نلوشو كم سيدنا عمر رضي الله عنه عمر بن عاص مركو مصر تقي دتك ري مصر عادة وحيولها هاين قبض دلتا قبض بكرة وشابد وقروح دلتاي لبدا دا والنتين رالي قليان العاقية دا بحول بصيان أي وبيق النيل كتورة يين دينا وبيق مركاسو بيه زيادة يين دينا مركاس بيراكو ورابسان يين عادة دي بوكا جوجي أبار بعد عادي بيه بسيق قرية ريما سروحي أدوا هذا ذلك بيني كبحان مركابو جوجي عمر بودري رسالة مركاسو يا أمير المؤمنين أرنت أسان كوارك ريما سروانا كجوجي بيه نواسيق قرية أنا محان سمية مركاسو عمر كويد أصبتا وادا صيبتي بوكيد وادا صيبتي مارك تاني وادا صيبتي لكن وحاكوشي يا ورقد ما صدر يا أخيار تودي عقاشو دا أروريو وبيغ النيل دلتك ورقدان وبيغ كد الفرو كد الأخري دانا كد تربو يري وحي إلهي كفل ماشا وادر كدون تاي وعمر قفا قف ورقدو درا تاسا معقولة سوما قفا وبي ورقدو درا كورما وصلة بالله علاقة مع الله بيها لأن دلكاس ورقد ديبو كاني ورقد وحاكو قرن من عبد الله بكسعتا أمير المؤمنين عمر بكسعتا إلى وادي نيل بكسعتا إن كنت تجري من قبلك فلا تجري حتى أود أن لا دعاية كسعون يسيب قبلين هسعون حدو إلى هاي كسعسين أي ولقانا الله واحد كقهار كوحا ويدي سنين كسعسين ورقد ديب الله قطور لحية واندراع أي كرو كعيب لدي وبيجي إلى جوغدنا وبيجي اسمتاقي بأمر الله يجري أمر كلاي بكسعتا ريمسر عقاشو دي صلاة دين تو دي مركي أركين كرامة داس فدخلوا في دين الله أفواجا قصة الله دوحة ويان سيدنا عمر رضي الله عنه أم مدينة المنورة منبرك كخد بدين يا عيدا كي صحابي قصارية أوتا فلسطين جوغي قالوا دبر جبين تعي الربينين كصة ميان هل كعصو عمر كلاها اللي كلمات خد بدعان كجر أي كصو درويري يا سارية الجبل ويا سارية الجبل يا ساري يا حق بورتا يا ساري يا دنا عبورتا اسكفيري خد بدي مركو كدا دعي اصحابت ويا بين يا امير المؤمنين مات محاتري مرقا سروحاني لحد اني شايق ماية عيدا قال الله كيني بلو ادركي دون تامي جماعة دي باسو نقطي فتح يا غنيمة الا صلى امين يا غلبة يا هزيمة يكو صوقو ليستي مرقا سي احواشي بياميين مالين عين كاس انكو دقالكي اوديار قروني او معركة دقالكو نوبل امي أيا قالوا ده برجمين نقصوا السمايين فسمعنا صوت عمر وسط الجبال بورد دحضو دانك عمرينا هذا الكل عمر ما هلقا كم غلبي دادين هذه علاقة مع الله مرات ليس مرة ليس مرة آخر سسير أصحاب مرات مرات بدها يدل مرين بدها أصحاب الرسول مشوا على البحار هذه النبي عيسى موسى عليه السلام قوم قيسى بدأ إلى هاي أكل جاحيب علبات ورادين أصحاب محمد نبي محمد لسعون أي أصحاب النبي قوة بيدا دول مريم فرضوه وهذا إبراهيم الأدهم دوني قوة لسعودي دوني دون تيبا كعدي موج بدي بآدو كعدي داتي دون تلسعودي يودن أيقنوا بالهلاك هلاك بيد دراميان فصاحوا الصيحة ويقيلين رقية دمر أبط ويقيلين هل مركيلي وشيخي أهردي
hurdadiiba ka kacay markaasuu arkay doontii oo marna xagga u gadoomaysa marna xagga u gadoomaysa dadkii oo dhanna ay geeri u diyaar noqdeen ay wada qaylayaan markaasuu gacmaha cirka u taagay yaa rabbi araytanaa qudratka fa arinaa cafwaka ilaahow qudraddaadii na tustee dulqaadkaagiina na tus buu yidhi baddii baa ilaahay fadhiisiyey mar keliya cilaaqa maca allaahi baa walaal muslimka waryaada muslimka waxay doonaan ha soo qaataan gaaladu ninka muslimka waxaa ilaahay siiyey quwad caalamka oo dhan haddii loo barbardhigo aan u dhigmayn quwa cilaaqa maca allah siirada kullaama siirada akhrista asxaabu rasuul maxay haysteen caalamka marka la eego quwadda ay gaaladu haystaan iyo asxaabtu waxay haystaan waxay haystaan asxaabtu waxba maahayn laakiin sila billaahi bay lahaayeen cilaaqa maca allah darsigaana ayay ka qaateen khaatamu lambiyaa bay ka qaateen khaatamu lambiyaa ghaswatu daata riqaac markii asxaabtu ay ka soo laameen waqti duhur geed hadh macaan bay nebiga u dhaafeen iyakuna geeda kaley raadsadeen markaabuu nebigu seeftiisii soo qaaday geedka ayuu sudhay markaasuu nebigu geedkii hoos seexday yaana daba socda nin mushrika oo acraabiya khawrath binu xaaris la dhihi jiray ayaa daba socda reerkiisii baa la soo dhammeeyey dadkiisii baa la soo laayey xoolihiisii baa la soo qaatay inuusu ninkaasi cidho iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo uu u jeedaa nebigoo geedkii hoos urtay keligii asxaabtuna way seexdeen wakhti dahiira weeyaan cadaad waa kulayl geed hadh fiican baa nebiga loo dhaafay seeftiisi nebigu geedku sudhay uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nebigu ku kacay rasuulku markaasuu nebigu indhaha kala qaaday waaba ninkii oo dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafunii miyaanad iga cabsanayn markaasuu nebigu yidhi may kaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nebigu yidhi allaah saddex jeer weli asxaabta nebigu warka maayan qisadda dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu warkama qabaan way hurdaan waa sida xadiis ku dhigaayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaato ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca buu yidhi way soo kaceen markaasuu nebigu qisadii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisadaas ina haada ikhtarada calaya sayfii wa ana naa'imun faistayqadtuhu wa fii yadihi saltan faqaala lii alaa takhaafunii faqultu laa faqaala lii man yamnacuka minii faqultu allah 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 fasaqada sayfu min yadihi qisadda meesha ka dhacday asxaabtu ma joogin laakiin nebigaa uga warramaaya muxuu nebigu uga jeedaa qisadaa uga warramaya tawakkulku barayaa tawakkul ictimaad cala allah makhluuq oo dhan siduu u dhan yahay laa yataxarak ilaa biiraadatihi walaa yaskun ilaa biiraadatihi wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya lima manacت walaa raada lima qadayt walaa yanfacu da اljadi minka اljad ducaa bacda kuli salaamu nebigu ducadaa akhrin jiray ummaddana nebigu ducadaa u baray ducadiisu waa iimaan waa nafi iyo isbaat qur-aanku waa iimaaniyaad qisasu saxaaba iyo siiradii nebi maxamed oo dhan iimaanka ku baraysaa uxud ghaswatu uxud iyo ghaswatu badar ghaswatu xunayn imise duruus baa ummadda nebiga ugu duuban hadday ummaddu fahmaysaa diin kam duruus fii hada alghazawaat badar toddobaatan gaalay laayeen toddobaatan gaalana way xidheen uxud toddobaatan asxaabtii nebigaa la laayey intaasoo ragna waa laga dhaawacay labadaa ghaswo culimmadu waxay yidhahdeen mid ka manfaca badan ibnu qayim aljawzi zaad almacaad wuxuu ku sheegay ghaswatu uxud ayaa ka manfaca badan buu yidhi ka faa'iido badan ka cibro badan ka duruus badan ka fatuuxaad badan buu yidhi kow
طلبات وحال لوغادي عدوكي قدها كجري با لوغادو صدح بقوله منافقين اسلامر كيف قولوا بحضي بدر لما قرر المنافقين لكن احد منافقين دا مسلمين دا كود احنا البالا قرت مالينك درسي قال لبعد وحو ايام وحاكلو الله تسي امد النبي ان مسلمين تا اني دنتانا اي ماشا كجرتو الى حيقار كود وشهداء كدقان كرو درسي قال وحو ايام جماع النبي قادور بورتا دقى جبل الرومات هلكا هدان كدقا هدان اتكاني هدين نقا اتكادبا هكذا قاقنا ابو رسول كل يوم بقال كيف عبلا مي اسلامر كيف قال دي والا جبيي غنيمة دي بي قرتين مسلمين تو جماعات دي النبي قو بورتا دول لي قي ايا اسقلافت قيبو حير هدين تقال كيف ودا ما دي غنيمة دي حولها هم قرون نادعية قولوا وحايتري النبي قو هدادعين ابو دي جوغي حقو دا عيسا خلاف محاد عي اجتهادي ويا الخلاف اجتهادي يا وين جماعة دي قارنا واي هادين وعمر كي نبي جاي فوليين قارنا واي صورة عدعين سلام ركي بخالد بن وليد عكرمة وعيدا كفردها مشركين توطي ايا عرك عيدا كبورتا دبر جمين تل كإلا لنا يي او كلا جبي سلام ركي بدبر جمين بكسو السميين مسلمين تيو غنيمة ديو حوليه قرن ايسا اي حاجة دمكي جاي مادين تضباطن اصحاب تي نبي كمدع إلى كوبية ضباطا بين لايين نبي محمد نداوى عبالوك استمالين كاس أو النصر دي نبي محمد ودح سعودة أصحابته أبو بكر ودح سعودة عمر ودح سعودة عمر وكجر أبو بكر وكجرا عثمان وكجرا مبشرين تي ويكجران مهاجرين تي ويكجران أنصار تي ويكجران أهل البدر ودن بات جوكتا بعدد ومستجابة عيد إلهي يقدر وياك مجرته محل لوغا أتكاري نصر جي محل لوغا رفعي وعلي نصر جو حل لوغا رفعي جماعة النبي جو بورتا دقي أيا أمرك النبي جي جبيسي ما دام أمرك النبي محمد جبيسين فمرك أن نصر دي إلهي وأني جر رفعي ويا هل أمر النبي محمد كسوف لي هدي خطأ اجتهادي أي وجبيين او الهي نصرك وكرفعي ومدى ما انت دباته دا كجرته دينتي كفوقاتي سدايب النصر الهي كفلان انه كوهش نبي محمد او جوغا ايا نصرك لغا رفعي ومدى مركي امركي نبي قاية جبيين ودرس الى يوم القيامة وقادة لقولية عيد محايد معلم منكم من يريد اول كي اتسعدون ولقد صدقكم الله وعده اتحصونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم ليبتليكم ولقد عفى عنكم أفر تاسا قد عي فشل تنازع حب الدنيا معصيانا ويقود عين أمر كي النبي قد يلجي بي معصيان دعا دي هدي أصحابتي نبي محمد عيد إله يقدر عالم كاي سنجرين أمر نبي محمد كسوفو لي غار كود هدي اجتهاد جبيين نبي قول لجوغا نسرق اللي قرر فعوتو دواتا نين قد انتين ونبي محمد نلقو دعواعي أمدا ما أنت تارق الصلاة عيد كبطي نصر إله سيكون فلان إساء الله هنا فهمس فولا ليال ما هو الحل حل ومعي إقامة الأمة على الدين حل كلمة جري وإن أمد مر لبا لقود دالا ولقو استاجيا ما كان عليه النبي والصحابة أصحاب النبي محمد هي الزمن كي النبي أمد وحي قبت إيماني الدين هدي مر لبا أمد أصحاب نغطو قرقار كي لها الكي سيبو تاقيح غرغار كي لهي وهل كيسي ديار بو لهي لهي غرغار كيسي لكن عيد لو غرغار يا عالم كجر مانتا غرغار كو حاله شاغي ان مؤمنين لو غرغار ايو ان الله مع الذين تقوا معيه الهي متقين با الله شاغي ان اله هليا او متقين تي او مؤمنين تي والله يحب المحسنين با الله يره او المحسنين تي والله يحب الصابرين با الله يره او الصابرين تي إن الله مع الصابرين بالليلة أو الصابرين تمانتا
صفاتي قرآنك ويكوت الله لكن تدك الصفات كاقبي ما انت عالم كنتي جوغا فجودك دعوة ولا الوين فهمتان ولا ليام واحد دعوة اللي وقد اللي يوحى ويان ورمر لبعض هالصون ولينو صفات الإيمانيات صفات اللي قموا تيسري قرقارك إلهي هي معيدة إلهي هي مارك ترى النصرة غيبك أي اللي وقد اللي دعوة اللي وصلنا ليه مر لبعض تاسا دعوة اللي وقد اللي يحي خروجك أفرت البلود يا أفرتك ووصائل ويان والوصائل لها حكم المقاصد ولكن الهدف وامحي احياء جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا النول يا الله قلت فرق لي وحليه حين نبي محمد ولي من دي محول لي من نبي محمد دين ده ما يسترن إيمان كاملة دين ده ما يسترن دين ده ما يسترن دين ده الزمن كينا كتبت يكون ده ما يسترن تهي نلش البشر يده ويكام مغانتها هل كان نبي محمد دين ده وكل ده ما يسترين ما هين كتب والله والله وحو كل ده ما يسترين حياة الصحابة رضي الله عنه نلش يا أصحاب الدين تكون ما يسترن حياة الصحابة ونل والدواق وحياة دي إلهي ورالك كان نقضي ويان إلى رضي الله عنه فلذلك ولا ما تفردين وما جوك فردين وما جوك يقول الله نفت هذا كود دال عالم كنا وكسوكيا ساد نفت هذا كود دال نفت هذا ساد إلهي وقود دوال لهيد بشر كأدوية ده كنا ولا أدلها هي حقوقه وغير الهيد ودو الهيد تاسا الهيد نكي نو دورته هذا الشغل ده وكعنو الهيد دعاد انو اقبل ايا الهيد بي نو قرقار ايا حبيب النجار تضبات السنة ايو سنة بعابود ايا صدح نمبا صومرتو الرسول وحيري انو سنة بكاسان عابودا برس اي حنون كان وان قبا ام الدين اللي مدى قنو ميبا كد قنا هاي هذا ديدو عيسان وان اسلامي هذا ديدو عيسان وحنونك الى هاي قد القاضو انا وان راعي بيولي وان الاسلام وادعيين حنونك با الى هاي قد القاضي هروك اسلامي ويسوع دافن مقالة دي با ايمادين دادكي با الدين تي ايمانك وقو ييرين مرقاسا الله تشهدو اللي يدي سد حذن وح عصوب با الى ايمادين هل الله يو حبيب النجار ما مغلوي قوم قيسي انا او تشهدين سد رسول وكسع تمارك تاني من عند الله بمفسرين تولادين قارنا وعير هذا النبي عيسى صدري هل ما جرس كودا جي والدعاء ويا سعادة قال لي سعادة انه ايه قساني الله هنا فهم سيو بس هو قابلنا ان شاء الله اوي مدي قرآنك وعجيب ويا وقلبك قرآنك لو شك قصدس وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سلامك يبو صور دي أورد كي سوا قرآنك لو شك رجل نمت بوحدة الله مرخاتك عي سعد كي سوا قرآنك لو شك هذا الكوكوه اللي قرآنك إلهي وكو شك محوير يا قوم تلك يو اتبعوا المرسلين كو الراعة وتود بالإبان إسانة اتبعوا من لا يسألكم أجرا ولي بنيمن كان اجر يا مشقايد نيغا دوني مايان سكر راعوت كو دبا هانون ايسانه يكون وي هانون سيهين مخو او يري با لا يري نيمن كان واحد يا نيغا دوني مايان لاغي نيغا دوني مايان مخو يري مركي او دعيين الى هي عافمات كو سيي اي خول ربين او سيي لي مرغاس اي غورا انا كو خبا ما قادنو الهي درتي بان امدا واخو شيغنا دتكر حق الهي بان او يينا شقدانا وا شق الهي نو دورتي انا وحنون سيهم بيريو نمان كان دين توي وكم وغطاء يكا تقوى دي با كم وغطاء إيمان كي با كم وغطاء طاعة دي با كم وغطاء عدالة دي با كم وغطاء إحسان كي با كم وغطاء نلشو دي با دين كم وغطاء وان أركانو كي أرسك الرعوات دي باللبان إسانة مركاسي صدح دي الرسول وابسكي اللو بينو إساقي بي مركا قبتين با الليلي مركا بي كوي رادن أدقونا مرع سلتهي وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون محانا نوع عبودين بور إلها يا أبو ري بلابي يا حقي صلى الله نقنا يو يا مخلوق ودن اسكا أبو ري كائنا عبود حق بيقوي يا شيء عبادتي سنوا يقو واجبة محانا نوع عبودين بور إلها كاسي حقي سيقوي يا ريني مركاسي كورا لن دين تكن نقو كمان نقو نيبوري دول كي كو عسين باليري مركاسي منشار دول لغين كن نقو دين تادا علمة غارو حير هذا ما يه مالدقا حلين تي دحسي حيين
ayay dadkii magaalada ku yidhaahdeen qof walooba dhagax qaadoo ku dhifo sidaa ku dhintee xabiib najaar cajiib innii idan la fii dalaalin mubiin haddaan diinta anuu aan ka laamo baadi cad iyo dalaal cad baan ku suganahay buu yihi khasaare cad innii aamantu birabbikum fasmacuun halkaa isagoo jooga buu dacwadda fidinayaa u fiirso innii anigu aamantu waxaan rumeeyey birabbikum rabbigiina ayaa rumeeye fasmacuunii maqla buu yidhi waa markii u dambaysay naftu ay kasii baxayso ee midida loola dul taagan yahay ayuu hadalkaa ku hadlayaa waxaa la yidhi way dileen ilaahay qur-aanka waxuu ku sheegay mar allii markay dileen isagii ilaahay wuxuu ku yidhi qiila adkhul iljanna adigoo horta jannada gal baa lagu yidhi xabiibu najaarow jannadii markuu galay ee manaasisheedii iyo karaamadii markuu arkay muxuu yidhi qaala yaa layta qawmii yaclamuun ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasaxa qowmahu xayan wamayita isagoo nool iyo isagoo dhinsan baa ninkaa qoomkiisa u nasteexeeyey buu yidhi cajiib way dileen markay dileen iyakii may raaxaysan kamay dambayn ninka ay dileen waa nin daaciya waa nin dareen u madaalle waa nin ummadda u samafalayey waa nin ummadda u nasteexaynayey saddex rusul u gaalmaynayey xaqa ayuu ummadda ugu yeedhayey ninkay dileeni nin ciyaara ma aha waa nin ilaah agtiisa qiimo kula weeyaan waxaa la yidhi wamaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min assamaa wamaa kunnaa munziliin in kaanad ilaa sayxa jibriil calayhi salaam baa lagu yidhi waagu markuu baryay wada kacaan hal mar keliya ku qayli baa la yidhi hal mar keliya ku qayliyey qalbiga iyo maskaxdaa wada dilaacday baa la yidhi kam muslimaa maanta caalamka ku dhimanaysoo lagu laynayaa ilaahaw noo gargaar muslimiinta duco kasti salaad walba meel kasta gaalaa laga habaarayaa miya habaarkii maanta hal nin bay dileen qoomkaasi halkii nin baa ilaahay raaciyey qoomkii oo dhan hal malaayiin muslimiina maanta la laynayaa caalamka aaway ducadeennu halkay tegaysaa waa duco shuruuddii baan loo buuxin shuruuddu waa maxay dacwadda horta ka horraysa 950 sano nuux ayuu ummaddiisa qoomka ugu yeedhay qoomkiisuu diinta iyo iimaanka ugu yeedhay markay gaalnimadii ay ku caddaatayna rabbi innii maqluubun fantasir ilaahuw layga qaalib noqoy haddee toole ilaahuw ii gargaar buu yidhi 950 sano dacwad hal habeenna maaragtaani duco fafataxnaa abwaaba assamaai bimaain munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudir baa ilaahay yidhi mudammiraat alilaahiya samad iyo dhulka biyo laga furay hal qof oo gaala adduunyada kuma hadhin maalinkaas fa walaalayaa shuruudda han buuxinno dacwadda han u kacno xaqa dacwadda markaan fulinno ducadaynaa mustajaabo noqon waxaan doonaa ilaahay markayna siinayaa dee shaqada inaan u kacno diyaar ma u nahay ayaa bal u diyaara cimrigiisa laga bilaabaa maanta laga bilaabaa inta u hadhay inuu diinta ka shaqeeyo taaga gacanta la bakhaylinee lama goosanaye allah inoo dhib yareeyo aamiin dhahada fa walaalayaal dhegaysta mid baan iga dalbaynaa saaad u dhegaysateen awal ilaa aakhir ha kicin haddaba fadhiya ijtimaacii baa dhow ugu yaraan 300 oo jamaacaa sanadkan doonaynaa inay dalka gudihiisa iyo dowladaha afrika oo dhan ay jamaacadada inu gaadhaan baan doonaynaa culimmada waxaan ka maqalnay hadba halka jamaacadadeennu ay gaadhaan baadilku inoo soo dhaafi maayo baa la yidhi hadba halka jamaacadadeennu ay gaadhaan baadilku he inoo soo dhaaf khayrkeenna socon baadilku halkaa inoo soo dhaafi maayo khayrkeennuna uu socon uu sii gelay shaqada diinta wax weyn baa ku jira allahina fahamsiiyo fa nuriid majmacan nin duco qaata habeen dambe jamaacadadii oo dhan habeen dambe soo xiroonayaan ilaa 100 jamaaca la filaya habeen dambe oo 4 bilooda inay soo xiroodaan hadday 500 oo jamaaca oo min 4 bilooda muqdisho ay ka baxdana weli inta suuqa ku hadhay ma yar yihiin ma yar fa in shaa allah bal hala hadhini walow xooggaaga iyo tamartaada iyo raganimadaada ilaahaa kugu deeqay aadna ilaahay ku deeq khud min nafsika linafsika weeyaan marka lagu leeyahy ilaahay dartii u bax waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan dacwaddu cid wax u qabanaysid ma jirto adaa soo islaaxay dad badan oo muslimiinana sababtaada ilaahay ku toosin shaqadana maanta caalamka nooga furan
وفرصة سعيدة ويا فمركا إن شاء الله كل جن هرتوا وان ديوتين عمرك